نذهب معكم الآن لمتابعة آخر التطورات الخاصة بالملف الأوروبي. صوت مجلس العموم البريطاني لصالح تمديد مهلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بينما أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي نواب حزب المحافظين الاستعداد للاستقالة لها من منصبها قبل بدء المرحلة التالية من مفاوضات الخروج. We'll be right back.
دعونا نتحدث أكثر حول آخر التطورات في الملف الإنجليزي تحديدا مع الأستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية. أستاذ طارق، تحياتي لحضرتك في البداية. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين في كل مكان. الحديث عن تصويت مجلس العموم البريطانية عن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الحديث أيضا عن استقالة تريزا مي رئيسة الوزراء البريطانية. سواء هذا أو ذاك، هل من الممكن أن يساعد في وجود حل عاجل لهذه الأزمة في بريطانيا؟ يعني الواقع المسألة يعني أصبحت يعني شديدة التعقيد ومزيد من الغموض والإبهام يعني يوما بعد يوم، ويعني السيناريوهات وإن كانت يعني مفتوحة على مصراعيها واحتمالات كثيرة، إلا أنه يعني وكأننا يعني نغوص في بحر من الرمال في مسألة البريكزيت، وهذه الأمور شديدة التعقيد، خاصة بعد يعني رفض البرلمان لمرتين على التوالي للخطة التي تقدمت بها السيدة تريزا مي رئيسة وزراء بريطانيا. للمرة الثالثة يعني احنا شاهدنا يعني رئيس المجلس بيرفض التصويت لانه ده فيه يعني التفاف على ما هو مطلوب، ورغم ذلك برضه يعني مصرة السيدة تريزا مي على هذه يعني المحاولات المستميتة، وذلك التعهد اللي تقدمت به بتتعهد بالاستقالة اذا ما وافق يعني اعضاء البرلمان على هذه الخطة. يعني احنا شاهدنا وتابعنا سويا يعني كل تلك يعني النقاط اللي تم التصويت عليها، سواء كان يعني الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق، سواء حتى يعني عضويه السوق الاوروبيه المشتركه، هل تبقى سوق مشتركه دون وحده جمركيه او يعني اتفاق بديل، او عضويه الاتحاد الجمركي فقط بدون السوق الاوروبيه، او الغاء الماده الـ50 ويعني والبريكزيت بشكل عام، وأن تستمر يعني بريطانيا في هذه العضوية عضوية الاتحاد الأوروبي، أو عرض يعني مستقبلي. يعني كل تلك المناورات وكل تلك الأطروحات بتزيد الأمر يعني تعقيدا يعني تعقيدا على ذلك التعقيد. ولكن في النهاية يعني في تصوري بشكل إجمالي أنه الاتحاد الأوروبي مصر على تلقين المملكة المتحدة درسا، ودرس لأي دولة أوروبية يعني تنتوي أن تغادر الاتحاد الأوروبي، الفاتورة يعني شديدة التكلفة، والأمر ليس بهذه السهولة المتصورة من قبل البريطانيين، الأمر جد مكلف. كل دولة أوروبية يعني أصبحت يعني والأمر واضح وماكل أمام العيان، الأمر ليس بهذه السهولة اللي تصورها البريطانيون. أيضا انه هذه مشكلة بريطانية وليست مشكلة الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي لن يعني يتزعزع قايد امولة فيما يتعلق بالخطوط العريضة التي اكرمت مع السيدة تريزا مي، والمشكلة الان اصبحت بريطانية، خاصة بعد يعني هذا التشريع اللي اقره المجلس العموم بانتزاع تلك الصلاحيات للحكومة البريطانية، وانه بات يعني هو المسؤول عن ما سمي بالخروج او البريكزيت البريطاني. إذن الخطوة التالية التي يجب أن نتحدث فيها يعني أستاذ طارق، سواء كان من داخل بريطانيا أو من خارج بريطانيا في القارة الأوروبية، خاصة وأن الكثير لا يعلم أين تقف بريطانيا، هذا يعني الوضع الأخير يقف في صالح بريطانيا أم في ضدها؟ هل بالفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو الذي ربما يكون السيناريو الأرجح أم العكس؟ خاصة هناك الكثير من الآراء تقول بأن بريطانيا ستعود من جديد، خاصة وأنها لم تخرج بعد يعني من الاتحاد الأوروبي، أنها ستظل وستبقى داخل الاتحاد الأوروبي. إذن أين تقف بريطانيا في كل هذه التطورات الأخيرة والتداعيات؟ نعم يا أستاذ آية، فعلا يعني بريطانيا تقف في يعني في موقف أو في زاوية يعني شديد التضييق والحرج، وعلى أرض غير ثابتة. البريطانيون أنفسهم لا يعرفون ماذا يريدون بالضبط، إن كان في هناك بريكزيت أو خروج، فثمت يعني اتفاق وخطة مع الاتحاد الأوروبي تم التوصل إليها، وإصرار الاتحاد الأوروبي على يعني عدم تغيير هذه الخطة وهذه الاتفاقية أو تلك الشروط التي وضعت من قبل رئيس المفوضية الأوروبية مع السيدة تريزا مي رئيسة الوزراء. إذا المشكلة الآن هي مشكلة بريطانية، البريطانيون أنفسهم منقسمون، يعني توالي الاستقالات
يعني الوزراء في بريطانيا توالي الاستقالات من هذه الحكومه، ايضا اصرار رئيس المجلس النواب على ان على يعني عدم الاستجابه ورضوخ يعني تلك المحاولات المستميته من السيده تريزا ماي ان 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 يتم يعني وضع الاتفاقيه مره ثانيه على مجلس العموم، لان يعني لا شيء جديد قدمته السيده تريزا ماي. ايضا السيده تريزا ماي يعني نفسها كانت من البقائيين او ريمينرز، يعني كانت ضد الخروج ولكنها اضحت مع يعني هذا هو السؤال يا استاذ طارق، يعني اذا بالفعل هناك اراء كثيره لا تؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، اذا لماذا تم التصويت من البدايه؟ يعني هذا هو السؤال المنطقي. يعني هو السؤال المنطقي ايضا يعني للاسف ليست هناك اجابه يعني صريحه بسيطه تجاهه، لان كل المعسكرات منقسمه، المحافظون منقسمون على انفسهم، هناك في مع الخروج او وهناك ضد الخروج، هناك حتى في الخروج في الهارد بريكزيت وفي السوفت بريكزيت. شفنا يعني بوريس جونسون وزير الخارجيه الاسبق عندما استقال ده من الخروج الخشن دون اتفاق. ايضا هناك ايضا الريمينرز او البقائيون يريدون الاستمراريه في هذه العضويه. هذا الخلاف الكبير وهذا الانقسام الرهيب موجود داخل يعني العائلات السياسيه داخل المملكه المتحده، يعني الحزب المحافظين ليس على قلب رجل واحد، حزب العمال وجيربي كورفيل ايضا ليسوا على قلب رجل واحد، ونفس الانقسام ونفس نفس تلك التباينات وتلك الخلافات الرهيبه والكبيره موجوده في حزب العمال كما هي موجوده في حزب المحافظين. ايضا يعني مسائل لم تحل، سواء فيما يتعلق يعني هذه الحدود ما بين ايرلندا الشماليه وما بين جمهوريه ايرلندا، وانها ستضحى يعني هذا الامر يعني سيعرض المملكه المتحده نفسها الى مزيد من الانقسامات والانهيار، ولن تعود المملكه عظمى وانما ستكون في منتهى يعني في منتهى الضحاله والصغر والانقسام والتفتت يوما بعد يوم. ايضا فيما يتعلق ب يعني هذه العلاقات مع الاتحاد الاوروبي وخروج رؤوس الاموال الكبيره وخروج البنوك باعتبار لندن يعني مركز مالي عالمي كبير، وخروج وهذه وهجره رؤوس الاموال الى دول اخرى بعيده عن عدم الاستقرار الموجود، لانه يعني راس المال ينظر لهذا الامر بكثير من الترقب والخوف، لانه الامر لم يضحى معروفا، يعني ان كان هناك خروج سواء في 22 ابريل او في نهايه مايو او بعد سنه ارجاء سنه او سنتين او عدم خروج، يعني كل تلك الامور بتلقي بظلال كثيفه من الشك وعدم التحديد والخوف تجاه تجاه الاعمال والشركات الكبيره، ووجدنا يعني ذلك الهروب من لندن الى عواصم اخرى. ايضا التخوف في المستقبل ان تضحى يعني لندن بؤره وملاذا امنا يعني للمتهربين وملاذا امنا يعني فيما يتعلق بعلاقات او بعمليات غير يعني مشروعه وتهرب من الضرائب بشكل وملاذات ضريبيه امنه، يعني كل تلك خاصة وأن الكثير يرى بأن يعني مجرد إعلان الدستور أو إعلان استفتاء الأمر بخصوص خروج بريطانيا من البريكسيت وبريطانيا تتكبد الكثير من الخسائر على الصعيد الاقتصادي، هذا في المقام الأول، ثم بعد ذلك أيضا السياسي. أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والمشاركة تسليط الضوء أكثر على آخر التطورات في الملف الأوروبي وتحديدا البريطانية. Stuffing money up the wall should ever be considered appropriate for the highest post in government. Well, the honourable lady talks about a debate on leadership qualities. تابعونا مع زميلتي دانا مدحت ونشرة إخبارية مفصلة تأتيكم في تمام الثالثة عصرا.